الآن وقد أصبح لدينا بعض البيانات المحملة لنتعامل مع بعض الأساسيات في جداول البيانات. جدول البيانات هو بشكل أساسي جدول من الخلايا التي يمكن أن نملأها بالبيانات. الخلايا منظمة ضمن أسطر وأعمدة. تعنون الأسطر عادة بأرقام والأعمدة بأحرف. ترمز الخلية A1 إلى الخلية الواقعة في السطر الأول والعمود الأول. لإدخال أو تعديل البيانات ضمن الخلية، انقر عليها وابدأ بالكتابة. هذا من شأنه أن يغير محتوى الخلية. يمكن أن يتم التنقل الأساسي بهذه الطريقة عن طريق النقر على الخلايا بالفأرة أو استخدام لوحة المفاتيح. سوف تجدون قائمة باختصارات لوحة المفاتيح ضمن الموارد بالأسفل. يتسم جدول البيانات الذي نتعامل معه بكونه ضخماً. ستلاحظون ذلك. فبينما تقومون بالتمرير سيتكرر اختفاء الأعمدة التي تحمل التسميات. هذا يعني أنه لا يمكنكم معرفة موقعكم. لتجنب ذلك يمكنكم تثبيت الأسطر والأعمدة، وبالتالي لن تختفي. لننظر كيف نفعل ذلك خطوة بخطوة. تابعوني وحاولوا ذلك بأنفسكم. اذهبوا إلى جدول البيانات الذي يضم بياناتنا ومرروا إلى الأعلى. في أقصى الزاوية اليسرى بالقرب من تسميات الأعمدة والأسطر سوف ترون مساحة صغيرة مخططة. حركوا الفأرة فوق الشريط المخطط في أعلى الربع الذي يظهر السطر واحد. ينبغي أن يصبح مؤشر الفأرة على شكل يد. انقر واسحبه سطراً واحداً إلى الأسفل كالآتي. حاول التمرير للأسفل. لاحظ كيف بقي السطر الأعلى في مكانه. وبالتالي يمكنك دوماً رؤية موقعك ضمن جدول البيانات.